أمريكا دولة كبرى، إذا كانت تدخل من يقدر يمنحها، قلت كيف تدخل في أرض الدولة مستقلة يعني في سبب. بعد تلاقيت أنا وياه قال لي الشيء اللي ما نقدرش نقول لك في الهاتف، العراق بعد الكويت تياح السعودية. كيف؟ قال لي استطلعنا وشفنا، وقال لي حتى مئات الدبابات كانت منتشرة على الجبهة وبتزح نحو السعودية. الأمر الذي أدى لأن السعودية فعلا الدفاع عن نفسها بتحال حتى من الشيطان في ذلك الوقت. راحت جابت القوات الأمريكية، أصبح الخطر العراقي في ظل يعني الوضع العراقي الموجود الآن فعلا يعني مصدر قلق أو حتى تهديد لإخواننا في الكويت في السعودية في كل الخليج. وأمريكا متعهدة بحماية هذه المنطقة لأن هذه المنطقة هي مصدر هام جدا للطاقة. إذن إذا في تصحيح تفضل أقول يا أخي عبد الله. شو بقول لك؟ مع أمريكا أبدا. إذن ترجع مع أمريكا أبدا. إن شاء الله ترجع. يعني الحل بيد العرب وخاصة إخواننا في الكويت، يعني يقدر يحل المشكلة. المشكلة عربي عربي، ما هوش مشكلة أمريكي عراقي. لا لا ما في جلسة مغلقة. لا 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 لا، شوف لو العرب في الخليج ما فيش أمريكا.